ممكن بتاع التموين نغير وزير التموين. الاسعار زادت، كل حاجه زادت جدا في الاسعار. الاكل انا صار انت عايز تغير يعني فيه؟ شوف رايك ايه، اسمع مني، الوضع شايف عايز تغير. شايف من الوزراء مثلا وزير التعليم، انا شايف مثلا الحاجه اللي احنا عملنا فيها حاجه كويسه التموين مثلا، لكن وزاره الصحه مثلا لسه زي ما هي. يعني كنا محتاجين كل وزير يعمل لنا البلان بتاعته او الخريطه بتاعته، لكن احنا شايفين ان احنا برضو ماشيين بركاو. والله قصه مش قصه وزراء، قصه احنا كتير على الوزراء. الناس اللي تحت الوزراء المفروض تشتغل عشان الوزير برضو، الوزير هيروح فين وفين وفين، لازم في كل وزير تحت منه منظومه كده بتشتغل كده، واحنا اشتغلنا لكن مفيش منظومه ولا جبت 1000 وزير هيعرف يشتغل. اللي مقصر وزير التموين دلوقتي عشان الاسعار ده اولهم يعني، وشويه شويه هتلاقي بتاع وزير الكهرباء ان شاء الله، والبترول طبعا نكمل بعد كده، وكل واحد حسب الازمه طالما ما بيحلهاش يبقى لازم يتغير. بس وزير الماليه والله بيضرب فرائض كتير جدا على الشعب، والشعب اساسا مش محتاج وخارج من جوع وخارج من ثوره، وهو عمال يفرض ضرائب 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 ضرائب. فعلا المفروض الواحد يطلع سلمه سلمه عشان حتى الناس تعرف تاخد نفسها شويه من الثوره. شغال فعايزه يتغير. وزراء كتير، الدنيا مسلمه، وزير الداخليه مثلا بس اشمعنى يعني مش قوي برضه، في حاجات كتير لسه. وزير الكهرباء ليه؟ لان المنظومه بتاعت الكهرباء دوت يعني احنا في المفروض ان احنا يعني بعد ثورتين وبعد اللي حصل ده كله ونيجي في الاخر خالص ان الكهرباء تقطع، لا قطع المشكله ملهاش حل ولا ايه؟ لا ليها حل. بيكلمونا عن من 5 6 سنين ولا من 7 سنين على محطات الطاقه النوويه والطاقه النظيفه والطاقه البديله، والناس في العالم كله بتدور للطاقه الشمسيه والطاقه النظيفه والطاقه المتجدده والطاقه الدائمه، واحنا راجعين تاني بنقول لك ان الفحم الحجري نرجع تاني. احنا ناقصين تلوث البيئه ولا عايزين نصلح الكهرباء؟ حتى منظومه بتاعه الفحم الحجري ما اشتغلتش لحد دلوقتي. وزير الصحه اشمعنى ليه؟ مش شايفه، مش يعني المستشفيات مش هي يعني، مش يعني مش يعني نفس المستوى اللي بيقولوا عليه يعني، التعديلات والحالات دي برضك بتموت وبيروحوا ما بيرجعوهمش كده يعني.